افتتح المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف دورة تدريبية تنظمها إدارة التدريب والتطوير في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بعنوان التحقق من المعلومات المضللة انطلاقا من المسؤولية المناطة بالهيئة ودورها في نشر ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز مهارات الرصد والتدقيق ومكافحة المعلومات المضللة. يعني إن صحت التسمية، حالة الفوضى اللي بتعيشها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية بنقل معلومات غير دقيقة، معلومات في الكثير من الأحيان طبعا مزيفة في ظل انتشار الإشاعة، فمهم جدا نتعلم مهارة التحقق من هاي المعلومات والحصول عليها من مصدرها الموثق اللي توصل للمشاهد والمتابع والمستمع والقارئ أيضا بالمعلومة الصحيحة والدقيقة. الهيئة تسعى من خلال هذا التدريب إلى مواكبة الاتجاه العالمي السائد في المؤسسات الإعلامية الكبرى بإنشاء وحدة لتدقيق الحقائق ولتكون الهيئة أولى هذه المؤسسات في الوطن. هذا شيء كثير مهم للغاية فعليا. أولا سيعزز ثقافة النشر السليم والتحقق في صفوف الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسة، وهي تضم جيش كبير من العاملين هنا، وثانيا ستساهم فعليا في أن تكون شريك في الحد من المعلومات المضلة، وبالتالي ضبط هذا الفضاء من هذا التدفق الذي يضر فعليا بالتماسك الداخلي ويضر أيضا بالمواطنين إذا ما ارتبطت هذه المعلومات بالشأن السياسي أو الشأن الوطني أو حتى الشأن الطبي والاقتصادي. يذكر أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ممثلة بإدارة التدريب والتطوير قد نفذت سلسلة من التدريبات منذ بداية العام الحالي ليصل فيها عدد المتدربين إلى ما يزيد على 500 متدرب من طواقمها ومن طلبة وخريجي الجامعات. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. تحت رعاية السيد الرئيس قامت جامعة القدس المفتوحة الحفل المركزي